تعجقت على الصحون عالريحة 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 كنا كثير الريحة كلها جمعنا مثل الماجنت جمعنا جوال اليوم طبخت لنا شيء كثير طيب هاي جوزيف هاي صباح هاي جوزيف هلا بعد شوي جوزيف رح يكون معنا رح نعمل كوكتيل شيء مع ستروبري قال لي شيء كثير طيب ولكن اليوم عملنا نودلز خبرينا شو انت هلا بدك تخبريني بس تذوقي حلوه اصلا جوال كثير مهضومه إيه وهيئتها بتعمل ديزرت طيب لانه رولا وانا كثير بنحب الديزرت انا على الشوكليت ايه اكيد على الشوكليت هي بدها فراز بس خلص نجرب نظبطها انت من الاثنين بفرد ريسيبي هيك بكون زبطت القصه يلا خلينا نعطي الصحون تفضلي رولا ثانك يو جوزيف ثانكس جوال رح بتدوقي إيه؟ لا no. بس رح بتدوقي يس اوف كورس انا كمان بدي بدي بس اخذ شوكة ستار ما اعطيتك لا سوري خليك خذ السكين يلا تشاو 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 طيب اوكي شو اسمها؟ ايج نودلز وذ تشيكن مشروم جوالز ايج نودلز اند تشيكن مشروم نم 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 اوكي جوال خبرتني شغلة انه هي ما بتاكل بس تطبخ عن جد؟ يس ما بتاكلي طبخاتي؟ بشبع من الريحة انا هي بس عن جد ما بقدر بطل ما بستلذ فيها مثل ما لو حدا حضرها طيب نحن رح ناكل من خبري صحتين سيمو صحتين طيبو روعة بنصح المشاهدين يرجعوا يعملوها ببيوتهم لانه ريسيبي كثير هينه صح وبدك تسلمي على حدا طلع الكاميرا لا بس على اهل اكيد على اصحاب ودونا عن جد ثانك يو لانه دائما they are supporting me وبس ثانك يو ام تي في عن جد ميرسي بوكو اهلا وسهلا ثانك يو ناطرينك مره جايه اكيد يلا مشاهدينا وقفه وبعدين بنكون مع كوكتيلز وجوزيف صايغ